وحرائر نينوى وحرائر النجف وحرائر كل عراق تسوى روس اي واحد يتعرض لهم. فهمتوا لو ما فهمتوا؟ متحدون لها قياده محافظه الموصل. اذا طين الموصل من سيء الى أسوأ. الموصل اليوم درجه وصلت درجه القتل والاتاوات وعدم خروج الناس للشارع، يعني بدات تدري بعض العوائل تخاف على بناتها؟ لان بداوا يجبرون بعض العوائل الريد من عندك زوجه وزوجتين التنظيمات داعش القذره. ويتمتع بيها ساعة إلى مدة ساعتين والنوبة تتحول من هذا ساعة إلى ساعة. هاي هذا اللي حصلته لشعبك، هاي الخسة والنذالة والقذارة، أن تتلاعبون بأعراض الناس وتحولون البنات مالتكم وشرفكم. زين هو اللي ما يحفظ شرفه يستطيع أن يصنع ملك؟ هو تصنع نفسك بالبداية، أنت يلا تصل تحافظ على شرفك بالبداية. شوف شرفك اليوم، هسه شرفك هو ما قابل الغيرة العربية، المبادئ الإسلامية ما تقبل، بس هو تعال شوف نشرت بعض كافي كافي قصة هيك. واحد هذا للأسف يطلع على التلفزيون، للأسف يقعد بمضايف والناس تستقبله، للأسف عندنا هيك ناس سياسية صدفة صاروا للبرلمان نواب. للأسف الدكتورة مها الدوري الشخصية العراقية، المرأة الكريمة الجريئة الصادقة الوفية التي لم تتخلى عن عراقيتها وإيمانها بخطها، لم تتوقف على قول الحق مهما حدث لها ومهما حوربت ومنعت واستبعدت، تبقى مها الدوري ويكفيها شرفا انه حافظت على اسمها وعلى شرفها وعلى كرامتها وعلى احترامها لنفسها وعلى شعبها، ولهذا تحظى بكل الاحترام من كل العراقيين سنة وشيعا وعربا وكردا وتركمان وازيديين. وخلي طخ راسه بحائط اي واحد شارك بهذه الجريمة، جريمة الاستبعاد للدكتورة مها الدوري. الدكتورة مها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتورة، كلام لك تفضلي. حياكم الله أستاذ أنور وحيا الله المشاهدين الكرام، سعيدة بوجودي مع حضرتك ومع الشعب العراقي الكريم. حياك الله تفضلي. حقيقة قبل أن أقول كلمتي إن شاء الله اليوم، أنا أريد بس أن أشكر قناة البغدادية على جهودها في حملة تلقيح شلل الأطفال. هذه القضية خطيرة جدا، يعني هاي إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات السيد المالكي، أنه إنجازاته كواتم وانفجارات وقتل وسرقات وفساد إداري ومالي وأخلاقي، اليوم نضاف لإنجازاته فيضانات وحرائق، نضيف لإنجاز آخر هو شلل الأطفال. العراق منذ عام 2000 خالي من شلل الأطفال عالميا، أعلن عالميا. اليوم منظمة الصحة العالمية WHO تقول العراق أصبح اندمك بشلل الأطفال، يعني أصبح متوطن بشلل الأطفال. فهنيئا للمالكي بهذا الإنجاز وهنيئا لحكومته، بس للأسف الشعب العراقي إذا اليوم ما راح تكون هناك وقفة حقيقية من الجهات المسؤولة، راح يكون عندنا بمرور الوقت راح يكون عندنا مجتمع معاق. هذا اللي سوت لنا اياه حكومتين وولايتي للسيد المالكي للأسف الشديد. ولكن أقول أنه شلل الأطفال ما اكتشفته الوزارة الصحة العراقية ولا الحكومة العراقية ولا اكتشفته أي جهة عراقية. اللي اكتشفوه مثل ما اكتشفوا صفقة البسكويت الفاسد جهة غير عراقية، الأردن، اكتشفوا شلل الأطفال منظمة الصحة العالمية. فإحنا خلنا نطلع مكتب المفتش العام، خل تجي منظمة الصحة العالمية تشتغل بداله. وإحنا راح نجي بعدين إن شاء الله الحلقات المقبلة راح نشوف الفساد الكبير في هذه الوزارة، الفساد الكبير والمذلة اللي نذلوها العراقيين بالعلاج. بالمناسبة على ذكر شلل الأطفال أيضا إن شاء الله راح يكون عندنا كلمة أحب أن أوجهها لكاظم الصيادي، اللي اليوم للأسف الشديد ناس يروحون يضربون شرف الحرائر بالنجف الأشرف ويضرب شرف الحرائر في الموصل. يا أخي إلى أي مستوى أنت وصلتوا في هذا القضية؟ لكن أنا أقول لك فذكر النفعة الذكرى، أنا أريدك تطلع بس تقول للشعب العراقي، اطلع قول للشعب العراقي ليش ضربت هذا الضابط العسكري في الهيئة السياسية؟ ليش ضربت هذا القائد العسكري في داخل الهيئة السياسية؟ بدل أن تحشي على أعراض الناس روح قل لنا ليش ضربت هذا القائد العسكري في داخل الهيئة السياسية. نذكر إن نفعت الذكرى، وأذكرك وإن نفعت الذكرى ولو يجوز ما تنفع وياك، أقول لك أنت خبصتنا هيش هيش من المالكي وماكو ولاية ثانية للمالكي، وصدعت الراس نصار الربيعي، ماكو ولاية ثانية وماكو ولاية ثانية، ودقدق على الميز. وحتى دكتور نصار الربيعي قبل ما يصير وزير بالحكومة قال لك يا أخي والله حفظناها والله افتهمناها، معاناتك راح نطبعها بكراس ونوزعها. للأسف دكتور نصار لو طابع هذا الكراس كان أنا هسه اليوم عندي وأرويكم إياه. فاليوم أنت بديت تمدح بهذا الشخص واليوم ردت له ولاية ثالثة، فمن اللي ما يعرف يتصرف؟ ومن اللي ما يعرف تدابيره؟ كتلة الأحرار والتيار الصدري أم أنت؟ إن الله وإنه راجعون حسب الله ونعم الوكيل. أبدي كلامي، طبعا أنا كلامي إن شاء الله إذا يسعفني الوقت.